أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك تحديد نسبة معينة من الربح؟ كأن تشتري سلعة بعشرة ريالات ثم أبيعها بعشرين أو أكثر أو أقل قليلا. هذا حسب السوق، تبيع حسب السوق حسب السعر، ولا تغرر بالمشتري. إذا كان ما يعرف السعر ترفع عليه السعر، أو تقول أنا شاريها بكذا وأنت ما تكذب عليه، أو تقول إنها سيمت بكذا وكذا وأنت تكذب. هذا النجش، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تناجشوا. فالزيادة إذا كانت جارية في السوق لا بأس بها، أما إذا كانت نتيجة كذب وخداع ومكر وتغرير فهي حرام. نعم.